السودان أعز مكان عندي السودان، لأن حسان وعفر حسان طير صواضح روض جنان، أحب مكان وطني السودان أعز مكان عندي السودان. والأغمار حفت في سماه، أنا زهر تبصم في الرباه في رقة في حنان، أحب مكان وطني السودان أعز مكان عندي السودان. فيه العم والخال والوالد، النيل النيل الخال فيه الخال والعم والوالد، فيه تراث من طارف وتالد والخيرات في كل مكان، أحب مكان وطني السودان أعز مكان عندي السودان. السودان شراغة جديدة في إفريقيا وبسمة سعيدة، السودان شراغة جديدة في أفريقيا وبسمة سعيدة، فيه حضارة وجوه عديدة من آداب وفنون وبيان، أحب مكان وطني السودان أعز مكان عندي السودان. يا أفريقيا ونور الأخضر لين الغد الساهل مبهر، لأفريقيا ونور الأخضر للسودان وشباب الأسمر للأحرار في كل مكان، أحب مكان وطني السودان أعز مكان عندي السودان. أحب مكان وطني السودان أعز مكان عندي السودان، أحب مكان وطني السودان أعز مكان عندي السودان، أحب مكان وطني السودان أعز مكان وطني السودان. التحية مجددا لفخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير قائد الأمة وإمام مسيرتها،
التحية للحضور الفخيم من المسؤولين بكافة مكانتكم السامية وللكوكبة النيرة من الإعلاميين. مر تلفزيون السودان بتطورات عديدة إلى أن أصبح بصورة قشيبة من الفضاء المحلي إلى آفاق أرحب. تميز تلفزيون السودان بنشره للأخلاق والقيم الفاضلة التي ميزته عن غيره، فاستحق ألقابا نفخر بها. أوليس من الفخر أن ننتمي لمؤسسة عريقة يطلق عليها القناة الطاهرة؟ ونحن إذ نحتفل باليوبيل الذهبي مرور 50 عاما على إنشاء التلفزيون، نستشرف عهودا قادمة بقوة بمشيئة الله على أساس إبداعي بتكامل جهود أبنائه الحادبين والساعين لأن يأخذ تلفزيون السودان مكانه الطلع والريادي مجددا ومواكبا. لا أطيل عليكم الكلمة الآن لمهندسي اليوبيل الذهبي ولربان السفينة الأستاذ محمد حاتم سليمان المدير العام، ولكن دعوني أولا أحيي زملائي في تلفزيون السودان ابتداء من قسم الترحيلات إلى المعدين والفنيين والمخرجين والمذيعين والفنيين الذين وصلوا الليل بالنهار حتى تخرج هذه الاحتفالات بهذه الصورة. تفضل أستاذ محمد حاتم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله بجميع المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة لكل الأمم. وبعد، الأخ الكريم المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية، الإخوة الوزراء، الأخ دكتور أحمد بلال عثمان وزير الثقافة والإعلام، الإخوة رواد العمل التلفزيوني في بلاد الحبيبة، ضيوفنا الأماجد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، نلتقي اليوم جميعا لنحتفي بالماضي والذي تمكن فيه تلفزيون السودان بفضل من الله ودعم من الدولة والمجتمع أن يحقق إنجازات مهمة تمثلت في الانتقال من البث لمدة نصف ساعة في اليوم إلى البث على مدار الساعة، والانتقال من اللون الأبيض والأسود إلى البث الملون بوصفه أول تلفزيون ملون في إفريقيا، والانتقال من البث الأرضي في حدود ولاية الخرطوم إلى البث الأرضي لولايات السودان كافة، ثم إلى البث الفضائي عبر 11 قمراً اصطناعياً يغطي كل أرجاء الدنيا، وهذا فضلاً عن البث عبر الإنترنت وموجة الإف إم. الانتقال من البث التماثلي الفضائي إلى البث الرقمي، وبذات العزيمة والإصرار نفتح الساعة صفحة جديدة نعبر من خلالها إلى تلفزيون المستقبل، والذي ننتقل فيه إلى مبنى جديد يجمع بين العراقة والحداثة ويستوعب التقنية التي تطل في كل يوم بوجه جديد. صفحة جديدة ننتقل فيها إلى شبكة تلفزيون السودان بإنشاء عدد من القنوات المتخصصة، صفحة جديدة نفصل فيها الخطاب المحلي عن الخطاب الخارجي، صفحة جديدة ننتقل عبرها إلى التلفزيون عالي الدقة، صفحة جديدة نستكمل فيها الحوسبة الكاملة لنظم الإنتاج والبث البرامجي
ونظم العمل الإداري والمالي، حيث يتم العمل بلا شريط وبلا أوراق. صفحة جديدة ننتقل فيها إلى مشروع الأرشفة الرقمية التي تحافظ على مكتبة التلفزيون ذاكرة للأمة، ونعيد فيها توظيف الإرشيف لإنتاج برامج جديدة. صفحة جديدة نستكمل فيها شبكة مينوس السودان بوصفه أحدث شبكة للربط والاتصالات، وربطها بمينوس أفريقيا والمينوس العالمي، حتى نكون في قلب الأحداث في كل مدن السودان، إلى جانب حضورنا دائماً قبل الحدث في أكثر من 200 مدينة عالمية. صفحة جديدة ننشر فيها شبكة البث الأرضي الرقمي التي ستعزز من انتشار الخدمة التلفزيونية في كل أرياف السودان ومدنه بجودة عالية. صفحة جديدة ننتقل ونندمج فيها مع عالم الإعلام الجديد بإطلاق باقة من القنوات التلفزيونية عبر الإنترنت والهاتف السيار وعبر الكيبل وعبر خدمات التلفزيون عند الطلب وخدمات التلفزيون الهجين، وكلها فرصا جديدة لتسويق الصورة التلفزيونية من أجل تعظيم موارد التلفزيون. أخي الرئيس، يتجدد اليوم لقاء الإعلاميين بك، وتتجدد التحديات، تحديات منافسة القطاع الإعلامي الخاص للقطاع السمعي البصري العمومي، تحديات الإعلام العمومي أمام الإعلام الجديد، تحديات اختراق جدار الإعلام الغربي ومخاطبة الآخر بعدالة قضايانا في السودان، تحديات التدريب والانتقال بالإعلامي التقليدي إلى دائرة الإعلام الحديث، تحديات إنتاج رسالة إعلامية جيدة وجادة وجاذبة تدعو إلى سلام مستدام، وتزين الوحدة والتعايش، وتجعل التعدد والتنوع مصدر قوة للسودان ولنمائه وتماسكه الوطني. تحديات تجاوز النمط الكلاسيكي في إنتاج البرامج إلى النمط الجديد الذي يصبح فيه المشاهد طرفاً فاعلاً في صناعة البرامج. أخي الرئيس، لقد كان تلفزيون السودان في 50 عاماً الماضية على قدر هذه التحديات، حيث وقف مناصراً لصناع الاستقلال من بعد انطلاقته في عام 1962 حافظ اللهم الفضل في تحقيق الاستقلال والجلاء والسودنة، وكان قائداً لمسيرة التنمية طوال هذه السنوات، وكان مع القوات المسلحة في خندق الصبر والاحتساب منذ فجر الاستقلال وحتى يومنا هذا إبان غزو أم درمان، وخاض معها معركة تحرير هجليج ورد العدوان عن كادوغلي والدمازين. وإخوانك أخي الرئيس في التلفزيون هم كتيبة الصدام رداً للعدوان الإعلامي عن السودان. لقد ساهم التلفزيون أخي الرئيس بصورة فاعلة في فك الحصار الإعلامي عن السودان حينما انطلق إلى الفضاء في عام 1995، فانهارت جيوش الظلام وانتشر الخبر الصادق في كل أنحاء المعمورة. كان أخي الرئيس دعماً للسلام في أبوجة ونيفاشة والدوحة ولاهاي، وكانت الكاميرا خير شاهد في دارفور وغيرها، وهي تنقل للعالم التفاف السوداني حول قيادته حينما برز تحدي المحكمة الجنائية. كانت الكاميرا خير شاهد في سد مروي وستيت والرصيرس، وكان التلفزيون فاعلاً في تغطية الانتخابات العامة والاستفتاء، وظل
وهو يحمل راية الدعوة ويلتزم تزكية المجتمع، فكان بلاغه مبيناً استقامةً على مبادئ الأمة وتأكيداً على رسالتها ودعماً لهويتها الحضارية وتعبيراً عن طموحها وقيمها الأساسية. واليوم أخي الرئيس تتجدد الروح والهمة، ونحن نحتفي ونحتفل بذهبية التلفزيون على المضي قدماً في ذات الطريق، طريق العزة والرفعة لهذا الوطن الشامخ، استكمالاً لنهضته وحفاظاً على وحدته، بناءً لأمة سودانية منتية موحدة وموحدة، ولا تهزم أمة متحدة ولا يكسر صف مؤتلف في مسيرة تعاقبت فيها أجيال واعية بعظم التحدي، أجيال تأتي من نفس هؤلاء الرواد بذات العزم والقدرة والإرادة. فأولئك من هؤلاء الذين ورثوا المكارم كابراً عن كابر، وإن الخيار هم بنو الأخيار. فالوعد والعهد أخي الرئيس أن نسير على ذات النهج، جمعاً للصف الوطني حول الكليات الوطنية، وإشراك الجميع في قضايا بناء الوطن، وتكثيف التعبير عن الثمرات الإيجابية للعمل الوطني المشترك، وصولاً لدستور مستدام يحقق السلام والوحدة والتعايش ويدعم مسيرة الحكم الراشد في السودان. أخي الرئيس، اليوم تحتشد قلوب ويحتشد تاريخ وتحتشد معاني، وأنت تكرم نفراً من أبناء هذه الأمة كان كل واحد منهم قيمةً وقامةً وقمة في البذل والعطاء. فاللواء محمد طلعت فريد طلعت على يديه كل أقمار الإبداع، ومحمد عامر بشير فوراوي بشر أهل السودان آنذاك بهذا الإنجاز العظيم، والساق التاج حمد توج البلاد وزين صدرها بهذا الجهاز السحري تلفزيون السودان، وإدريس البنا أحد بنات هذه المؤسسة العملاقة، وما أعظم غدرك على شمه. يا من ارتدت بهذا التلفزيون مكاناً عليّة، فهؤلاء الفرسان كانوا حضوراً في لحظة الميلاد وانطلاقة صوت التلفزيون وصورته البهية من داخل استوديوهات الإذاعة القومية. ولذا سنغني هذا المساء لأحباب جاءوا كالأذاهر، سنغني ألف أغنية لكل رائدة ورائد. فشكراً لهم في بناء تجربة سودانية رائدة نفاخر بها بين العالمين، وشكراً لكل من سبقوني في إدارة هذا الجهاز، وشكراً للعاملين الذين ما زالوا يواصلون المسير، وشكراً لكل أسر شهداء التلفزيون الذين قدموا أرواحهم فداءً للدين والوطن، وسنسطر اليوم في مولدهم مشهداً لبقاء أمة لا تبيع عزتها ولكنها تشتري بدماء أبنائها مساحات في عوالم المجد والخلود. شكراً للمشاهدين الأوفياء الذين عشقوا قناة السودان، شكراً للمسرح القومي ولإدارة الإنتاج السينمائي وللإذاعة القومية الذين كانوا عوناً للتلفزيون وهو يصعد في سلم المجد، شكراً لبريطانيا ولألمانيا على دعمهم المقدر في بدايات انطلاقة التلفزيون، شكراً لعلماء الأمة
على إثرائهم لبرامج التلفزيون في 50 عام الماضية وندعوهم للمزيد. شكراً لكل وزراء الإعلام السابقين ولوكلاء الوزارة على ما قدموا لهذا التلفزيون من رعاية ونصح ودعم، وشكراً لكل القنوات والإذاعات الخاصة لجهدها معنا في هذا العيد، وشكراً لسوداتيل الراعي الذهبي لذهبية التلفزيون، وشكراً لك أخي الرئيس مثنى وثلاثة ورباع على دعمك ورعايتك لمشروعات تطوير التلفزيون في العقدين الماضيين من الزمان، ولرعايتك وموافقتك على القرض التفضيلي لتطوير بنية التلفزيون في السنوات القادمة. والشكر لكم جميعاً أحبائي الكرام، ما دامت في حياة ووفاء وفم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Me.